يجوز أن تنقل من مكان إلى آخر، لكن الأفضل في زكاة المال أن تكون في بلد المال. لديك مال في الرياض، فالأفضل أن تخرج الزكاة في الرياض، لكن صدقة الفطر تابعة للبدن، فلو كنت من أهل الرياض وذهبت إلى مكة وأردت إخراجها فالأفضل أن تخرجها في مكة لأنها تابعة للبدن. هذا على سبيل الأفضلية.